أصدقائي. نحن سعداء بلقائكم. هذه فافا، وهذا مومو، وهذا دوكا، وهذا أوتي. أصدقائي، مرحبا بكم جميعا، نحن سعداء بلقائكم. أنا نشط اليوم. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. سنذهب من جزيرة إلى أخرى، حيث سنلعب ونتعلم ونشاهد برامج شيقة. جزيرتي فافا، نروح نضحك نتعلم ونكبر. أهلا بكم في عالمي. جزيرتي فافا، نروح نضحك نتعلم ونكبر. أهلا بكم في عالمي، في جزيرتي فافا. نشاهد برامج تحبونها. كم هي عديدة. جزيرتي فافا، سنقضي أوقاتا رائعة معا دون شك. هيا أصدقائي، فليبدأ المرح. هيا. هيا نزور الحديقة معا، علي أن أعتني بها. مرحبا يا نباتات، يحتاج الزرع إلى الماء، علينا أن نسقيها. تفضلي يا فافا. شكرا دوكا. علينا أن نرتب أدوات الحديقة. كم هذا ثقيل. أجل، ثقيل. أشكركما، اصعدوا إلى المنقلة، أحب الجلوس فيها. هيا بنا. عندما نعتني جيدا بحديقتنا، تنمو الزهور ونستمتع بالتنزه بينها. الشاشة، انظري إليها يا فافا. حان وقت اللهو مع أصدقائنا، هيا نلعب لعبة الكلمات. سنتعرف على كلمة جديدة؟ نعم، ماذا ترون على الصورة؟ هل عرفتم؟ إنه إبريق. أحسنتم، هيا نكتشف كيف تكتب كلمة إبريق. إبريق، أول حرف فيها هو الألف. هل تعرفون كلمات أخرى تبدأ بحرف الألف؟ وأنت مومو، هل تعرف؟ نعم، أرجوحة، أخذ، وأميرة. أحسنتم جميعاً، سنتعلم كلمة أخرى قريباً. من يطرق الباب؟ هل هو فيل كبير؟ لا 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 لا. هل هو فأر صغير؟ لا 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 لا. من
عندكم فكرة؟ طق طق طق، من يطرق الباب؟ طق طق طق، من يطرق الباب؟ هل هو جمل ظريف؟ لا 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 لا. هل هو أرنب طريف؟ لا 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 لا. هل عرفتم من يختبئ وراء الباب؟ طق طق طق، من يطرق الباب؟ من يطرق الباب؟ هل عندكم فكرة؟ من يطرق الباب؟ من يطرق الباب؟ هل هذا أنت يا دوكا؟ هل هذا أنت يا مومو؟ نعم أنا، نعم أنا. أنتما هنا؟ نحن هنا. نعم نحن هنا. آه أصدقائي، كلكم هنا. أنتم أيضا معنا؟ كلنا مجتمعون. هيا نلهو مع زهرة المرح. فكرة عظيمة. هيا هيا بنا. نحن مستعدون. واو، اختارتك زهرة المرح يا دوكا. هيا إلى قلب الزهرة كي تنفذ حركات مسلية. أحسنت دوكا. في المرة القادمة إذا اختارتني الزهرة سأريكم حركات مسلية. فافا، أريد أن أقول لك سراً، ولكن لا تقوليه لأحد، وأنتم أيضاً لا تخبروا أحداً. أنا لا أجيد العدة ولا أعرف كل الأرقام. لا تقلق يا مومو، فأنا أعرف لعبة ممتعة تعلمنا العدة والأرقام. جدار التسلق. إذا وصلت إلى أعلاه ستدور المروحة، وهذا يعني أننا تعرفنا جيداً على الأرقام. أولاً عليك القفز على الرقم 10. ها هو. نعم إنه هو. أحسنت يا مومو. والآن
اقفز على الصورة التي فيها 8 نقاط. اقفز على الصورة التي لها أكبر عدد من النقط. أظن أنها هذه. هل توافقون مومو؟ أجل، هذا هو الجواب الصحيح. وأخيراً، اقفز على أصغر عدد. هل هو 4 أم 6 أم 7؟ لا أعرف. ساعد مومو، ما هو أصغر عدد؟ نعم، إنه 4. اقفز عليه يا مومو. وصلت إلى القمة. تعرفنا على الأعداد وعلى شكلها، تسلقنا الأرقام ودارت المروحة. أحسنتم جميعاً. هيا إلى جزيرتي يا رفاقي. وصلنا. مصباح البديع يضيء. حان الوقت لأحدثكم عن شيء مهم. إنها شمعة، نشعلها أحياناً لتنير الظلام. لا تلمسوها أصدقائي عندما تكون مشتعلة، لأن نارها خطيرة عليكم. مومو، دوكا، تعاليا. ستظهر الآن الأبواق الموسيقية، استعدوا لها أنتم أيضاً. سنقوم بتمارين رياضية معاً، هيا. افعلوا مثلي. حركوا أيديكم هكذا. افعلوا مثلي. مرة أخرى. أحسنت دوكا. أحسنت مومو. أحسنتم جميعاً. سنرقص معكم قريباً أيتها الأبواق الموسيقية. كم تسلينا معاً. لعبنا جيداً وتعلمنا الجديد وشاهدنا رسوماً متحركة مسلية. نعم، وسنقضي أوقاتاً جميلة. إلى اللقاء أصدقائي. إلى اللقاء، سنراكم غداً.